السلام عليكم. إن شاء الله النهاردة هنتكلموا عن موضوع من مواضيع الرقابة الداخلية، وهو خدمات التأكيد اللي هي الـ Assurance Activities. طيب، كمدقق داخلي أنت بتقدم خدمات مرتبطة بالـ Assurance وخدمات مرتبطة بالـ Consulting. خليني كده أطلع القلم أهو، أنت Assurance و Consulting، وبقول لك هنا يوفر نشاط التدقيق الداخلي ضمانا او تاكيدا موضوعيا وضمانا او تاكيدا مستقلا. فانت بتدي independent and objective assurance، ده فيما يرتبط بال assurance بالتاكيد. طيب، بالنسبه للخدمات الاستشاريه دي بتكون خدمات مصممه لاضافه قيمه، ان انا باد فاليو وبحسن عمليات المؤسسه، improve an organization's opportunities او operations. بحسن من عمليات المؤسسة عندي، ده دوري ك consultant، كواحد استشاري. لكن دوري الرئيسي بيتمثل في تقديم خدمات مرتبطة بالتأكيد، ان انا بدي تأكيد، والتأكيد ده بيكون موضوعي ومستقل. نفس المسألة برضو، الموضوعية والاستقلالية بتنطبق معايا في الكونسلتنج سيرفيسز، لكن احنا النهارده هنتكلموا على خدمات التاكيد. عايزك تاخد بالك ان ده التعريف بتاع التدقيق الداخلي، وده تعريف الاي اي اي اللي هي الانستيتيوت اوف انترنال اوديتورز. برضو خد بالك ان ده مش من تعريفات التدقيق الداخلي مساعده الاداره في تصميم وتنفيذ اداره المخاطر وانظمه الرقابه او انظمه التحكم. دي حاجات مرتبطة بالإدارة، ودي مسؤوليات الإدارة، مش مسؤوليتي أنا كتدقيق داخلي أو كنشاط للتدقيق الداخلي. تاني حاجة، فحص وتقييم النظام المحاسبي للمؤسسة كخدمة إدارية. هنا قال لك التدقيق الداخلي أوسع بكثير من فحص وتقييم نظام المحاسبة للمؤسسة. أنا كمدقق داخلي السكوب عندي أكبر بكتير من مجرد تدقيق نظام محاسبي زي ما هنشوف. تالت حاجة برضو غلط في التعريفات، هو مرابط نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة للمراجعين الخارجيين. يعني أنا دوري إن أنا براجع على المراجعين الخارجيين. هنا بقولك إن التدقيق الداخلي يخدم المنظمة وليس المراجعين الخارجيين، فدي كلها مش مرتبطة بيا كتدقيق داخلي. أنا التدقيق الداخلي أشورنس وكونسلتنج. برضو خد بالك إن أنا أشورنس وكونسلتنج، مش أوديتنج وكونسلتنج، ومش اوديتنج واشورنس، ومش اوديتنج وانجيجمنت. برضو دي حاجات كلها مش مظبوطه. انا اشورنس وكونسلتنج دي المهام بتاعتي، وده تعريف التدقيق الداخلي. ويتم تحديد طبيعه ونطاق مهمه التاكيد من قبل المدقق الداخلي. يعني ايه المطلوب مني في الاشورنس ميشن، تقدر تقول او اشورنس اكتيفيتيز، الاشورنس اكتيفيتيز اللي حددها، ده اللي بيحدده هو المدقق الداخلي، وبيتحط تحديدا في التشارتر، في الميثاق بتاع التدقيق الداخلي. مش بيحدد طبيعه ونطاق مهمه التاكيد كل من عميل المشاركه الانجيجمنت كلاينت، الحاجه اللي هو المسؤول عن الحاجه اللي بتتراجع، ولا الاداره العليا السينيور مانجمنت، ولا البورد، ولا مجلس الإدارة. بقولك هنا إن خدمات التأكيد هي العمل الأساسي لنشاط التدقيق الداخلي، الكور وورك اوف ذا انترنال اوديت اكتيفيتي. دي الحاجة الرئيسية عندي كنشاط للتدقيق الداخلي، إن هو بقدم خدمات تأكيدية. تاني حاجة وأكبر قيمة تضيفها إلى المؤسسة، ذا جريتست فاليو ذات ات ادز تو ذا اورجانيزيشن. أكبر حاجة بقدمها للمؤسسة هي الخدمات المرتبطة بالتأكيد وليست الخدمات الاستشارية. ويمكن للآخرين تقديم خدمات استشارية، ولكن التدقيق الداخلي هو الوحيد الذي لديه المعرفة النوليدج والاستقلالية الاندبندنسي أو الاندبندنس داخل المنظمة لتقديم التأكيد الذي تحتاجه الإدارة ومجلس الإدارة. التأكيد ده بيتقدم للسينيور مانجمنت أو التوب مانجمنت أو المانجمنت والبي أو دي البورد. بينما تضيف الأنشطة الاستشارية قيمة، الـ Consulting Activities Add Value، فإن معظم أنشطة التدقيق الداخلي تكرس الجزء الأكبر من جهودها لضمان العمل، الـ Assurance Work،
الا وهي الخدمات المرتبطه بالتاكيد، لان ده زي ما قلنا الكور ورك، الكور بيزنس بالنسبه لي. ويؤدي المدققون الداخليون مجموعة واسعة من خدمات التأكيد، وتتضمن معظم ارتباطات المراجعة واحدة من أربعة أنواع من التأكيد، أو بشكل أكثر تكرارا مزيجا من عدة خدمات أو جميعها. يعني أنا عندي أربعة مهام أو أربعة أنشطة تأكيدية، دول تقدر تقول اللي هم الرئيسيين عندي. أول حاجة الحاجات المرتبطة بالتشغيل الأوبريشنال، هنا بعمل مراجعة وظيفة أو عملية لتقييم كفاءة واقتصاد العملية والفعالية التي تتحقق بها تلك الوظيفة أهدافها. تمام، أنا بقابل يعني بدقق كده على حاجة مرتبطة بالأوبريشن بعمليات الشركة، وبتأكد إن الحاجة دي بتؤدي المهام المطلوبة منها وبتأدي الأهداف الموضوع عليها. ده أول حاجة معايا. أو التدقيق المالي الفاينانشال أوديتنج، هنا بحلل النشاط الاقتصادي، تحليل النشاط الاقتصادي للمنظمة كما تم قياسه والإبلاغ عنه بطريقة المحاسبة. يقول لك مثلا طلب مجلس الإدارة من التدقيق الداخلي إبداء رأي حول ادعاء الإدارة بأن القطاع كان مربحا في الربع الأول. أنا جات عندي المانجمنت قدمت ريبورت إن الفيرست كوارتر عندي تمام، إيه اللي حصل فيه؟ إن أنا كنت بروفيتابل، كنت بحقق ارباح وادى ابسوليوت اماونت كده بالمبلغ اللي انا حققته. فجاء مجلس الاداره طلب من نشاط التدقيق الداخلي ان هو ياكد على ان في ارباح وان الارباح كانت بالمبلغ ده. فده يعتبر خدمه تاكيديه مرتبطه بالفاينانشال بالقسم المالي. طيب نشوفوا الخدمه الثالثه، هو الكومبلاينس الالتزام، ودي مراجعة كل من الضوابط المالية والضوابط التشغيلية، بتكلم على financial controls او operating controls، لتقييم التوافق assess conformance مع القوانين المعمول بها established laws، والمعايير المعمول بها established standards، واللوائح المعمول بها established regulations، والاجراءات المعمول بها established procedures. فده دوري فيما يرتبط بالcompliance auditing، بالتدقيق على الالتزام. اخر حاجة معانا وهي مش من ضمن الحاجات اللي كانت موجودة ضمن مهام التأكيد، وهي الـ IT auditing، التدقيق على تكنولوجيا المعلومات. هنا بقولك مراجعة واختبار تكنولوجيا المعلومات، فيقولك على سبيل المثال اجهزة الكمبيوتر، الكمبيوترز والبنية التحتية للتكنولوجيا، التكنولوجي انفراستراكشر، وادارة تكنولوجيا المعلومات، الـ IT governance او حوكمة تكنولوجيا المعلومات، والاجهزة المحمولة الموبايل ديفايسز، والحوسبة السحابية الكلاود كومبيوتينج لضمان سلامة المعلومات. انا بتأكد ان المعلومات سليمة في مكان مظبوط، لا يتم التلاعب فيها، مش سهل ان حد يقدر يوصل لها ويغير فيها. قال لك هنا تقليدين تم اجراء تدقيق تكنولوجيا المعلومات اللي هو الاي تي اوديتنج في مشاريع منفصله بواسطه متخصصين في تدقيق تكنولوجيا المعلومات، ولكن يتم دمجها بشكل متزايد في جميع عمليات التدقيق، وهنا اعتبرها ضمن الخدمات التاكيديه. وطبعا هتلاقي في شهاده زي السي اي اي بيتم التركيز على تدقيق تكنولوجيا المعلومات، وبتاخد الطرق المستخدمة في التدقيق على تكنولوجيا المعلومات. بقولك هنا بالإضافة إلى خدمات الضمان الأساسية الأربعة أو خدمات التأكيد الأساسية الأربعة، تؤدي بعض أنشطة التدقيق الداخلي خدمات أخرى. فيقولك مثلا الاستحواذ أو العناية الواجبة الأكوزيشن أو ديو ديليجنس، هنا بتكون مراجعة عالية المستوى هاي ليفل ريفيو للجوانب المالية الفاينانشال والحوكمة الجوفرنس وإدارة المخاطر ريسك مانجمنت والرقابة الكنترول والجوانب الأخرى للاستحواذ المحتمل للمساعدة في قرار الشراء. دلوقتي أنا الشركة بتاعتي هتستحوذ على شركة تانية، فأنا براجع الجوانب المالية، الحوكمة، إدارة المخاطر، الرقابة، الحاجات اللي موجودة في الشركة اللي هيتم الاستحواذ عليها. تمام، دي خدمات تأكيدية ولكنها غير مربوطة بالأربعة أنواع الرئيسية. طيب ده شكل من الأشكال التانية برضو، إن أنا أراجع على اتفاقية أو أراجع على عقد contract.
فبيقول لك مراجعة للتأكد من اتباع الشروط التعاقدية ال contractual terms والأحكام التعاقدية ال conditions terms ونطاق العمل ال scope of work بشكل صحيح. أنت بتاخد العقد وبتراجع على بنوده، ودي تقدر تقول خدمة من الخدمات التأكيدية برضه. ال construction البناء، هنا تدقيق لتحديد ما إذا كان مشروع البناء يتم تنفيذه أو تم تنفيذه بشكل صحيح. construction project is being or was done correctly. تاني حاجة، وتم استلام التوريدات deliverables are received. تالت حاجة، وأن المقاولين لا يفرطون في تحميل العميل the contractors are not overcharging the client. إن هو واخد بالك، يعني أنت بتدقق بقى على عملية مرتبطة بإيه؟ إنك بتبني حاجة، هل بيتم التنفيذ هنا بشكل صحيح؟ هل التوريدات والمستخلصات والحاجات دي كلها بتتم بالشكل المظبوط؟ هل في أوفر تشارجنج لتكاليف ملهاش داعي مثلا؟ فكل الحاجات دي أنت بتدقق عليها، وده شكل من خدمات التأكيد. يجي معايا بعد كده التدقيق المستمر ال continuous auditing. هنا بيقول لك إجراء اختبار المراجعة أو الأنشطة الأخرى المتعلقة بالتدقيق على أساس مستمر، فأنا بتكلم هنا على continuous basis بشكل مستمر أكثر مما كان عليه خلال مهمة التأكيد الدورية ال periodic assurance engagement. أنت مش بشكل periodic، لا أنت بشكل ongoing، بشكل ongoing basis بقى، على شغال بأساس مستمر. ال entity level auditing تدقيق على مستوى الكيان، هنا بيقول لك مراجعة لموضوع واحد للمؤسسة ككل، ويمكن أن تشمل الموضوعات التي يتم مراجعتها فئة محددة من المخاطر specific category of risk. بتكلم على مخاطر محددة في الشركة، مخاطر مثلا مرتبطة بإن أنا مش هقدر أسدد التزاماتي في وقت معين في الوقت المحدد لي، يعني براجع ده على مستوى الشركة بالكامل. تاني حاجة، مراجعة الأخلاق على مستوى الكيان entity wide review of ethics. تالت حاجة، أو عناصر أو عنصر آخر من ثقافة المنظمة another element of the organization's culture. تمام، الثقافات الموجودة عندي في المنشأة براجعها، ثقافة مرتبطة بالملابس مثلا، ثقافة مرتبطة بتعامل الموظفين، الكلام ده كله براجعه على مستوى المنظمة بشكل كلي. رابع حاجة، أو عملية إدارة المخاطر العالمية للكيان Entity Global Risk Management Process. من ضمن برضو خدمات التأكيد الأداء أو القيمة مقابل المال الـ Performance or Value for Money. هنا بيقول لك تدقيق نشاط أو عملية لتحديد ما إذا كانت تؤدي على النحو المنشود Performing as intended وتحقق أهدافها والقيام بذلك بطريقة فعالة واقتصادية، وتشبه عمليات تدقيق الأداء عمليات التدقيق التشغيلية الـ Operational Auditing. ولكن هذا المصطلح يستخدم بشكل متكرر في القطاع العام الـ Public Sector والمنظمات الغير هادفة للربح الـ Not For Profit Organizations. ده اللي هو القيمة مقابل المال. طيب الـ Joint Venture، مشروع مشترك، أنا بدقق على مشروع مشترك. هنا تدقيق عملية مشروع مشترك من قبل المدققين الداخلين لإحدى المنظمات المشاركة، وغالبا ما يتم اعتماد ترتيب المشاريع المشتركة من خلال في ظروف عالية الخطورة أو من قبل الشركات متعددة الجنسيات للمساعدة في العمل في البلدان ذات البيئات القانونية أو التنظيمية أو الثقافية الصعبة. هنا بتيجي شركة بتدخل مع شركة تانية، شركة لسه ناشئة، وبتمولها وبتساعد في الإدارة وبتمتلك في الشركة التانية، مش بيبقى مجرد مصدر من مصادر التمويل وبيدفع له فايدة وخلاص، لا بيبقى ممتلك وبيبقى ليه حصة في الشركة التانية اللي هي، فده أو العملية دي كلها بنسميها جوينت فينشر. أنا ممكن أراقب بقى على عملية زي دي، وده يدخل ضمن الخدمات التأكيدية. ممكن الفندور أو البروفايدر بائع أو مزود، ممكن تقول الفندور مرتبطة بتقديم بضاعة، البروفايدر مرتبطة بتقديم خدمات. ده بيبقى تدقيق طرف ثالث، فيقول لك على سبيل المثال مورد او مزود خدمه خارجي للتاكد من ان المزود لديه عمليات حوكمه effective governance، طبعا عمليات حوكمه فعاله
وإدارة المخاطر ريسك مانجمنت، ورقابة فعالة كنترول بروسيس برضه تكون افكتيف لتقديم الخدمات المتفق عليها. احنا هنمضي دلوقتي على عقد، العقد ده هيقعد معانا مثلا 15 سنة. انا كمدقق داخلي دوري هنا ان انا اتاكد ان المؤسسه او البروفايدر للخدمه دي او للبضاعه دي هيقدر يمدني بالبضاعه دي لمده 15 سنه. وهذه ليست سوى عدد قليل من خدمات التاكيد التي قد يوفرها التدقيق الداخلي. وتنوع الخدمات محدود فقط باحتياجات المنظمه الاورجنايزيشنز نيدز وكفاءه نشاط التدقيق الداخلي الانترنال اوديت اكتيفيتي كومبيتنس. وطبعا الكفاءه هنا يقصد بيها النشاط بشكل عام، يعني النشاط فيه الخبرات اللي يقدر يتدخله في اكتر من خدمه تاكيديه لتلبيه تلك الاحتياجات. وطبعا زي ما قال لك ان ده بيعتمد على النيدز بتاعه الاورجنايزيشن، مش كل الشركات بتتطلب هذا الكم الكبير من خدمات التاكيد. وعندما يحدد نشاط التدقيق الداخلي خطرا كبيرا على المؤسسة، يجب أن يسأل ما هو أفضل طريقة لمنح الإدارة ومجلس الإدارة التأكيدات التي يحتاجونها فيما يتعلق بهذا الخطر. والجواب ليس دائما مراجعة تقليدية، مش بتكلم على traditional audit. في كثير من الحالات قد يوفر المشروع الاستشاري الconsulting project أو التأكيد المختلط البندد assurance او البلندد اشورنس والمشاركه الاستشاريه الكونسلتنج انجيجمنت ضمانا افضل بيتر اشورنس. وفي حالات اخرى سيوفر احدى هذه البدائل ضمانات اقل ولكن كافيه بالنظر الى مستوى المخاطر بتكلفه اقل. طبعا انت بيبقى ريسك بيزد الشغل ده كله، مستويات المخاطر العاليه بيتحط فيها خدمات تاكيد اكتر، مستويات المخاطر الاقل بتبقى يعني ممكن يتم تجاهلها. وده بيعتمد برضو على الريسك ابيتايت اللي هي قدرة الإدارة على تحمل المخاطر. وكل الكلام ده وكل المصطلحات دي اتكلمنا عنها في كورس سي اي بارت 1. المهم معانا دلوقتي آخر حاجة بنختمه بيها الفيديو ده، وهي إن بتشارك معايا ثلاث أطراف 3 بارتس في مهمة التأكيد، أي أشورنس أكتيفيتي أو سيرفيس بيشترك فيها ثلاث حاجات او ثلاث اشخاص. اول واحد مالك العملية البروسيس اونر، وده الطرف المعني مباشرة بالعملية او النظام، النظام اللي بيتم المراجعة عليه او العملية اللي بيتم المراجعة عليها الاونر ليها المالك ليها، تمام؟ فده طرف من الاطراف الموجودة عندي في خدمات التأكيد. تاني حاجة المدقق الداخلي الانترنال اوديتور اللي هو الاسيسور المقيم، ده طبعا بيشترك معايا في خدمة التأكيد وهو اللي بيقدم الخدمة المرتبطة بالتأكيد. وتالت حاجة مستخدم التقييم اليوزر اوف ذا اسيسمنت اللي هم تقدر تقول المانجمنت او تقدر تقول اللي هم البورد. طبعا هنتكلموا عن حاجة نبقى نتكلموا عنها في فيديو منفصل اللي هو الديور ريبورتنج، انك بتقدم تقرير للإدارة وبتقدم تقرير لمجلس الإدارة. طبعا التلات اطراف دول موجودين بس في المهام التأكيدية، لكن المهام الاستشارية بتقتصر بس على طرفين وهما البروسيس اونر والانترنال اوديتور، ما بيبقاش فيه طرف ثالث اللي هو مستخدم التقييم، تمام؟ لان مستخدم التقييم هنا بيبقى هو البروسيس اونر اللي هو لان هو اللي بيطلب الخدمة الاستشارية دي وهو اللي بياخد الريبورت في الاخر وهو بياخد التوصيات والملاحظات. ان شاء الله في فيديو منفصل هنبقى نتكلموا عن الخدمات الاستشارية. وبكده يكون خلاص معانا الفيديو، شكرا للمشاهدة ونشوفكم على خير في حاجة جديدة. يلا السلام عليكم.